اليوم بعد الزيارة هذه نجمو نسطروا عليها أم لا؟ جاوبوني بعد ما نعطيك الكلمة. ضحى طليق في علاقة بإحالة مظل ونيسي على قطب الإرهاب والتسجيلات اللي كنا نحكي عليها. يعني كل ما ورد في التسجيل إذا هو صحيح كما قلنا ودائما تبقى فرضيات، أنا شخصيا لا أستغرب، لا أستغرب لا من ناحية المادية أو المالية اللي يحكيوا عليها أنه هناك شراء ذمم أو أن هناك أموال من الخارج أو أن هناك، وعلى مستوى الاستخبارات وغيرها وغيرها والتعامل مع الأطراف الأجنبية، وعلى مستوى المؤامرات السياسية التي حركت لتونس. تونس تعيش هذا الخور وهذه الجريمة، وأقول وأسطر عليها يعني أنا بالأحمر من تحت، يعني كما يقول بالبنط العريض، بالبنط العريض الجريمة التي تعيشها تونس منذ 2011. يعني أنا لا أستغرب اللي قالوا لا لونيسي ولا غيره معنا في الله، لكن طبعا هذا يتطلب تحقيقات، أيضا الملفات يجب أن تكون واضحة، من فعل، من قام بذلك، ولفائدة من، ومن وراء ذلك. لكن على مستوى ما تقوم به النهضة وغيرها معناها من جرائم، فتونس هي ضحيتها منذ 2011 إلى حد الآن. وبرأيي آن الأوان، آن الأوان أن تكشف كل الأوراق، ويقوم بذلك طبعا الأمن ناحية على مستوى الأبحاث، وأن يقوم بذلك القضاء أيضا حتى ينصف تونس من هذه الحركة التي أنا شخصيا أعتبرها حركة دخيلة على تونس، وليس فقط تغادر كما قال الأستاذ الحياة السياسية أيضا مع من ولها أيضا أثناء حكمها في تونس، لكن أن تحاسب وأن يحاسب أعضاؤها وقياداتها بما فعلوه بتونس من دماء ومن تحطيم للاقتصاد ومن مصادرة لمستقبل أبنائها الذي إلى حد الآن نعانيه وما زلنا سنعانيه. ملاحظة بسيطة تفضل، اللي صار أنه معناتها تم